أكثر من 6 سنوات على حرب اليمن ولا أفق منظور. لا كان لها أن تطول هذه الفترة لولا التدخل العامل الخارجي. نحن في تاريخنا تعرضت بلادنا لأزمات داخلية بين الإخوة اليمنيين، لكن سرعان ما كانوا يصلوا إلى حلول بينهم، لأن الحكمة اليمنية كانت حينما تكون مقتصرة على اليمنيين تتغلب ويوجد حلول. هل أنت ترى بضرورة تشكل كيانات وطنية خارج مربعات الصراع الوطني لتقدم بدائل لليمن؟ أنا مع كل قوة تنشأ يعني يكون لها برنامج وطني يؤكد على السيادة الوطنية، على طرد المحتل والتأثير الأجنبي داخل بلادنا. إذا كانت جماعة الحوثيين حركة تحرر وطني كما قلت، نعم، فلماذا إذن كل الأحزاب والقوى الوطنية والمثقفين في المهجر والمنفى؟ هذه أحزاب منبتة عن جماهيرها في الحقيقة، لأنها لو كانت لها جماهير لكانت بقت في اليمن لتقاوم الحوثي وأنصار الله إذا كانت تريد أن تقاومه. كان أمامنا جميعا كقوى أو كنخب خياران، إما أن نخرج إلى الخارج أو أن نتحول إلى سفراء اليمن في الآخرة. لأنه في زمان كانوا الناس يقاوموا ويقتلون، لكن مش كانوا خايفين على حياتهم. لكن يعني لا تطلب من الآخرين أن يقتلوا وتذهب أنت لتعيش في بريطانيا، هذا منطق مختلف. أنا إنسان جبان طبعا، هربت طبعا.